هاي انا روشان وجي معانا النهارده مع زيتونه جديده. زيتونه النهارده عن الرجاله. عايزه اوضح للبنات حاجه مهمه قوي، كتير من الستات بينسوها او ما بياخدوش بالهم منها، ان الراجل عقله مختلف عن عقلنا. عقل الراجل عامل زي خليط النحل، يعني من الاخر هو متقسم اوض، كل اوضه ليها وظيفه، فما فيش وظيفه بتاوفرلاب على الثانيه، فمن الاخر الراجل مش زينا. احنا عقل الست شويه مالتي تاسكينج، وهنجيله بعدين. مالتي تاسكينج يعني نقدر نعمل كذا حاجه في نفس الوقت، لكن عقل الراجل دخل الاوضه بتاعه الشغل فهو في اوضه الشغل، دخل الاوضه بتاعه انه دخل يعمل طبق مكرونه في المطبخ فهو في الاوضه دي دلوقتي، دخل الاوضه بتاعه انه يقرا كتاب، دخل الاوضه بتاعه وات ايفر، فهو دلوقتي في اوضه معينه بيعمل حاجه معينه. ما تجيش بقى تسحنيه وتقولي له اعمل كذا حاجه في نفس الوقت، لان الراجل عقله بيتلخبط. طيب وكتير من الستات ما بتبقاش فاهمه الحته دي، بتفتكر انه لا على فكره، طب ما انا اقدر اعمل ده كذا كذا في نفس الوقت. الراجل مش كده، الراجل بيركز في حاجه واحده، ما عندوش انف بلاد انه يعمل كذا حاجه، كان يخش كذا روم في نفس الوقت، هو روم واحده بيركز فيها. بس هو لو جيتوا فكرتوا هتلاقوا ان الراجل لما بيركز في حاجه قوي احيانا فعلا بيفوق الست. يعني لو الراجل ركز في الروم او الاوضه بتاعه الطبيخ بيركز فيها قوي لدرجه انه بيبقى شاف يمكن اشطر من الست. لو ركز في الاوضه بتاعته انه يبقى كوافير بتلاقيه كوافير اشطر من الست. لو ميك اب ارتست بتلاقيه ميك اب ارتست اشطر من الست. هوافر الشغلانات دي اصلا الناس بتفتكر ان الست لازم تبقى اشطر فيها، هوافر لا. لما الراجل بيخش الروم وبيركز قوي ان بيدي كل الانرجي بتاعته للروم دي بيبقى شاطر فيها. اللي انا عايزه اتكلم عنه النهارده بقى مش ولا روم من دول، اللي انا عايزه اتكلم عنها هي النوثنج روم، النوثنج بوكس. كتير من الستات مش فاهمه انه الراجل اللي عنده اوضه كده ما بيعملش فيها حاجه خالص، ما بيفكرش في اي حاجه خالص، قاعد عامل كده. ليترلي ما بيفكرش في حاجه خالص. فتيجي الست بقى هو شايفاه قاعد في الحاله دي، حاله غريبه، وشه متجهم تماما. الروم دي هو بيخش لها عشان الراجل بيحتاج خلال اليوم ان هو يريجنريت انرجي، ان هو يري انرجايز، انه يشحن طاقته عن طريق انه بيخش الروم دي. احنا الستات ربنا ما خلقناش بالاوبشن ده، ما بنجيش بالاوبشن بتاع ان انا عايزه اشحن الطاقه، ما عندناش. طيب الراجل لازم يشحن الطاقة، فبيشحن الطاقة عن طريق ان ربنا اداله حاجة اسمها النافنج روم، فبيخش يشحن شوية. طيب وهو بيشحن بقى بيبقى بيعمل ايه؟ ممكن يبقى بيصطاد، ممكن يبقى بيتفرج على التلفزيون، بيلعب اكس بوكس، قاعد بيقلب في التلفزيون عامل كده. نافنج، مفيش أي حاجة خالص. الست بقى، أنت فاكر إن رادار الست هيسيبه في حاله؟ أبدا ما بيسيبوش يا أخويا والله. بتبقى عاملة إيه؟ بشعة، بتفكر في إيه؟ يوم هو يقول لها قاعد بقى قدام التلفزيون. ولا حاجة. ولا حاجة. تقوم هي تقول لهم ولا حاجه، انا شم ريحه في حاجه غلط. فالراجل بيبقى خايف يخرج من الروم لان هو حاسس انه يعني كمان انا قاعد ما بفكرش في حاجه وكمان داخل في خناقه، يا نهار اسود. فالست الراجل بيحس اللي هو يعني لا قاعد ما بفكرش وكمان بتتخانق معايا عشان ما بفكرش في حاجه. هي الرادار بتاعها بقى بيقول لها ايه؟ اكيد بيفكر في واحده تانية، اكيد بيفكر في زميلته اللي في الشغل اللي كانت لابسه النهارده معرفش ايه، اكيد معرفش صاحبته اللي كلمته معرفش ايه، اكيد 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 اكيد. فهي دماغها كلها بتحوم حوالين ان هو بيفكر في ست تانية غيرها، او عنده مصيبه مش عايز يقول لها عليها. فالراجل على فكره فعلا ليترلي ما بيفكرش في اي حاجه خالص. عايز اقول لك سر كمان اخر حاجه عشان انهي، انه الراجل في المرحله بتاعت النافنج روم دي، المرحله بتاعت النافنج بوكس، بيبقى كمان ودانه معموله اوف، معموله سايلنس، يعني بالاخر ودانه ما بيسمعش. حلو؟ فلو عايزه تناقشيه في حاجه مهمه في هذه الفتره بتاعت الري انرجايزنج، بليز ابقى اكتبي لي نوت. اشوفكم الزتونه الجايه، باي.